لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قاعدة أخرى من قواعد السعادة تتمثل في قول الله تعالى: قد علم كل أناس مشربهم. هذه قاعدة قرآنية محكمة سارت مسار الأمثال، وهي أيضا أثر من آثار حكمة الله تعالى في خلقه، تعين من تدبرها على رؤية الأمور بتوازن واعتدال. هذه القاعدة جزء من آية كريمة في سورة البقرة، وأيضا في سورة الأعراف، في قصة استسقاء نبي الله موسى عليه السلام لقومه. قال الله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. المعنى الخاص الذي يتعلق بهذه الآية الكريمة أن الله تعالى امتن على بني إسرائيل بأن جعل العيون التي انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا، يعني بنو إسرائيل طلبوا السقيا فاستسقى موسى لقومه، دعا الله عز وجل أن يسقيهم، فأمره الله عز وجل بضرب الحجر فقل نضرب بعصاك الحجر. كان ممكن أن تنفجر عين واحدة، لكن قدر الله عز وجل أن يكون هذا الانفجار كما قال فانفجرت منه 12 عينا. لما هذا العدد؟ 12 عينا بعدد أسباط أو قبائل بني إسرائيل، بعدد قبائل بني إسرائيل، منعا للزحام وتيسيرا عليهم، ليعرف كل سبط من أسباط بني إسرائيل، يعني يكون له ورد خاص يستقي منه الماء ويشرب منه الماء. لما تحققت هذه المنة اكتملت عليهم النعمة بتنوع المآكل والمشارب من غير جهد ولا تعب، بل بمحض فضل الله عز وجل ورزقه. تمت عليهم أيضا النعمة بتنظيم أمرهم في الورود والصدور، فأصبحوا منظمين لا يبغي أحد على أحد ولا ينقص أحد حق أحد. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية جاء في آية أخرى بلفظ مختلف في قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي على طريقته وسيرته التي اعتادها صاحبها ونشأ عليها. وكما أن هذا المعنى جاء في القرآن أيضا فقد جاء في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما في البخاري ومسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة القدر، يعني هل ما نعمله لأمر قد قدره الله عز وجل وقضاه أم هو أمر مستأنف، فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني من خلقه الله لأهل الجنة أو لأهل السعادة من أهل السعادة ييسره لعمل أهل الجنة، ومن خلقه الله من أهل الشقاوة والعياذ بالله ييسر كذلك لعمل أهل الشقاوة، وأنت لا تدري في أي الدارين ومن أين الصنفين، فما عليك إلا العمل مع اليقين أن الله لا يظلم سبحانه وتعالى، لا يظلم الناس شيئا، يعني لن تعمل مثلا بطاعة الله ثم يوم القيامة تجد نفسك في النار أبدا، لا يكون ذلك، لأن الله حكم عدل لا يظلم الناس شيئا سبحانه. وهذا رد وتصحيح للإجابة الخاطئة التي يجيبها بعض الناس حينما يسأل: هل الإنسان مسير أم مخير؟ الإجابة نقول السؤال أصلا خطأ، وتصويب، والتصويب أن تقول كل ميسر لما خلق له، الله عز وجل ييسر كل إنسان ويوفقه لما خلق له، كما في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى كمل فسنيسره لليسرى. التيسير هذا بما سبق؟ بالعمل، أعطى العبد واتقى
فكانت النتيجة الله عز وجل ييسره لليسرى في المقابل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الشاهد يعني ليس المجال التفصيل في هذه النقطة، لكن نقول هذا المعنى جاءت الشريعة بتقريره بعبارات متنوعة وجمل مختصرة وألفاظ مختلفة. وهذه القاعدة كما ذكرنا من قواعد السعادة، لأن الإنسان إذا تدبرها وفهمها وعاش في ضوئها وعمل بمقتضاها عاش سعيدا. كيف؟ أنت قد خلق الله عز وجل فيك إمكانات وطاقات وقدرات لم يجعلها في غيرك، فأنت تستغل وتحسن استغلال ذلك. وهذا هو في حقيقة الحال وفي واقع الحال هو طريقك للسعادة. لا تكلف نفسك ما لا تطيق طبعا، وهذا بطبيعة الحال ليس قتلا للطموح ولا دعوة لدنو الهمة، ولكن هناك يعني هناك حدود لطاقات الإنسان وقدراته، مهما تكلف فإنه لن يتعدى هذه الطاقات ولا تلك أو هذه الحدود ولا تلك القدرات. فإذا عمل في حدود هذه القدرات أبدع وأتقن وأحسن وأجاد. يعني مثلا بعض الناس ربما يكون قد خلق على صفة معينة، مثلا رفيع شوية، تخين شوية، قصير، طويل، ربما بعض الأشياء لا دخل للإنسان فيها. خلينا نحدد أكثر، لا دخل للإنسان فيها، لا يستطيع تغييره. بعض الناس يظل طيلة عمره يندب حظه ويلعن اليوم الذي ولد فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هل هذا الذي تفعله هل سيغير من الواقع شيئا؟ لن يغير، لكنك لو أحسنت استغلال تلك الطاقات والقدرات التي وهبك الله لأحسنت وأبدعت وعشت سعيدا. توقن أن الله عز وجل سبحانه وتعالى الحكيم العليم قد يسرك لما تحسنه وما تتقنه، وقد خلق فيك هذه الطاقات والقدرات، إذا أحسنت استغلالها عشت السعادة. كل ميسر لما خلق له، كل يعمل على شاكلته. مثلا بعض المواهب التي يكتسبها الإنسان في الحياة، فلان مثلا يعمل كهو شغلته دي، وفلان الآخر لا يحسن هذا العمل بل يحسن عملا آخر. إذن استغل ما جعلك الله عز وجل فيه وتخصص فيه وأحسن فيه وأبدع فيه، فهذا يجعلك مستريح البال، هذا يجعلك سعيدا. إن تيسر لك فتح مجال في أي أبواب الخيرات الأخرى فبها ونعمت، لكن لا يكون هذا على حساب التخصص والإبداع والإتقان الذي أنت فيه وقد حباك الله سبحانه وتعالى. لأنك إن أهملت هذا الباب فقد ضيعت على الأمة الكثير من الخيرات والطاقات. وهذا فيه إشارة إلى أهمية معرفة الإنسان للمواهب والقدرات التي وهبه الله إياها ليفيد في المجال الذي يناسبه ويتفق مع قدراته ومواهبه. لأن المتقرر أن الناس ليسوا على درجة واحدة في المواهب والقدرات والطاقات، ولا إيه؟ هل مخ زي مخك ومخك زي اللي جنبك؟ كل واحد ليه ها وقدرات وطاقات معينة. لا يجتمع الكمال البشري إلا في مين؟ في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وباقي الناس متفاوتون. يبقى معرفة الإنسان لما يحسنه ويتميز به مهم جدا في تحديد المجال الذي ينطلق فيه ليبدع ولينفع أمته، لأنه ليس القصد هو العمل فحسب بل الإبداع والإتقان. تعال كده ننظر في سير الصحابة، هل كل الصحابة رضي الله عنهم كانوا على درجة واحدة في العلم؟ لا، عشان كده تلاقي حديث أعلم أمتي مين؟ ها أنتوا صايمين؟ ها أعلم أمتي سيدنا معاذ ابن جبل يسبق العلماء يوم القيامة برطوة، يعني برمية بحجر. طيب معاذ وسائر الصحابة لديهم علم بلا شك، لكن تميز معاذ بإيه؟ طب تعرف معاذ توفي عنده كم سنة رضي الله عنه؟ حوالي 30 سنة، 34 35. طب هو أسلم عنده كم سنة وبقى أعلم الأمة في قد إيه؟ شوف الإتقان والإبداع. أنت هتعيش مدة محدودة على سطح الأرض، المدة المحدودة اللي هتعيشها دي مطلوب منك اللي أنت مش تعمل بس، لا تبدع تتقن. أنت مثلا تحسن في الحفظ، عندك ما شاء الله ربنا حباك بذاكرة قوية جدا،
يلا ورينا الشغل بتاعك في القرآن في المصحف، في إتقان حفظ القرآن وتعلم ألفاظ القرآن ثم تعلم معاني القرآن ثم تعليم الناس ذلك. ده مجالك أنت أبدعت فيه، في مجالات تانية تحسن فيها لا مانع، لكن لابد أن تحدد لنفسك مجال أو مجالين أو ثلاثة أنت ستعطي وتبدع في هذا المجال. قد علم كل أناس مشربهم. هل كل الصحابة تميزوا بالقدرة والقوة على الجهاد في سبيل الله؟ كلهم في درجة واحدة؟ في مين مميز مثلا؟ خالد سيف الله المسلول. طب ما غالب الصحابة برضو جهاد، بس في مميز. مميز 100 معركة يخوضوها في سبيل الله لا يهزم في معركة واحدة. تخيل يبقى دماغه دي كانت شكلها ايه وكانت عاملة ازاي. ارحم امتي بامتي مثلا، اكثر الامة حياء مثلا، تجد التميز هذا موجودا وكان يشجعه الرسول صلى الله عليه وسلم. منهم المعروف بالعلم، منهم المعروف بالمقارعة الفرسان، ثالث يبدع في ميادين الشعر والبيان كحسان وهكذا. روى الإمام ابن عبد البر في التمهيد أن عبد الله ابن عبد العزيز العمري العابد، خد بالك من الايه الوصف الايه العابد، كتب إلى الإمام مالك. الإمام مالك مشهور بايه؟ علم، إمام أهل المدينة. الأولاني ايه؟ عابد، وده عالم. فبعت له رسالة، يا ترى هيبعت له رسالة يقول له ايه؟ فعلا طلعت صايمين، هيبعت له رسالة يحثه على ايه؟ العبادة. ان مالك مشغول بالعلم. هل معنى ان مالك مشغول بالعلم ملوش في العبادة؟ لا، ليه في العبادة، وفي حد ادنى المنبغي ان هو يكون موجود عند كل المسلمين، لكن مع وجود الحد الادنى ده لا تتميز في حاجة معينة. فكتب اليه رسالة يحضه إلى الانفراد أو على الانفراد والعمل، الاجتهاد في العباد، ويرغبوا به عن الاجتماع في العلم. فكتب إليه مالك وقال، خد بقى الكلام بقى، إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. شوف الكلام، إن الله إيه؟ قسم الأعمال، العمل الصالح كعلم كحفظ قرآن كجهاد في سبيل، دي مين اللي قسمها؟ إن الله عز وجل قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم. تلاقي واحد الصلاة ديت جنته، تلاقي خلص الفرائض ويصلي قيام الليل مثلا 12-13 ركعة، ويصلي الضحى 10-12 ركعة، وبين المغرب والعشاء يفضل يصلي الوقت ده كله، هو بيلاقي قلبه في الايه في الصلاة، ولم يفتح له في الصوم. تلاقيه في الصوم ايه يعني؟ ايه في الصوم؟ ما يصومش رمضان مثلا؟ لا، مش مكسر في النوافل حتى، لا في نوافل بس مش مكسر، ماشي كده. وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام. واحد تلاقيه أبواب الخير والإحسان إلى الناس والجمعيات الخيرية والمساعدات وكده ما شاء الله تبارك الله، يجيب يفتح لك الأبواب المقفولة، أخذ بالك، ويجري هنا ويروح هنا ويجيب مساعدة من هنا ويخلص أوراق من هيئة مش عارف إيه، ويكفي المنطقة اللي هو فيها ومش بيخلي حد محتاج حاجة. أخذ بالك، يبقى فتح له في هذا الباب لم يفتح له في باب آخر. وآخر فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصلاة. قال ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر. عايز اقول بقى نشر العلم اللي انا منشغل بيه ده من افضل اعمال البر. وقد رضيت بما فتح الله لي فيه، وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك، وما اظن ما انا فيه بدون ما انت فيه. شوف التوازن، انت ما شاء الله على خير، وانا برضو اظن اللي انا فيه برضو ان انا على ايه؟ على خير. ما تحتقرش لنفسك الايه؟ الصواب. مش هو ده باب الجنه؟ مش باب الجنه اللي انت بتعمله بس، ده ابواب الجنه كام؟ واحد بس ولا كام؟ يدل ايه ان ابواب الجنه 8؟ ان ابواب الخيرات ايه؟ متعدده وكتير. وارجو ان يكون كلانا على خير، ويحب او يجب على كل واحد منا ان يرضى بما قسم له، والسلام. شوف الكلام اللي يدل على وفور العقل وسعه العلم. في عصرنا هذا يعني تجد بعض الخلل لهذه القاعدة، يعني مخالفة هذه القاعدة عند بعض الناس. فمثلا بعض الذين مثلا برزوا في الجهاد في سبيل الله أو خرجوا للجهاد في سبيل الله، فتجدهم يعيبون مثلا على العلماء، يقول لك العلماء أنتوا البسوا طرح،
انتوا سايبين الجهاد في سبيل الله وقتال الشيعة وقتال كذا وكذا، او مثلا اما كان ايام قتال الروس او كده والامريكان في العراق ونحو ذلك، وقاعدين تعلموا الناس في المساجد، هو ده وقته؟ سيبوا كل اللي فيكم ده يلا كله ينفر للجهاد في سبيل الله. وتلاقي بعض المنشغل بالعلم يقول للمجاهدين انتوا ناس جهله، انتوا طالعين تجاهدوا وانتوا مش فاهمين حاجه في اي حاجه، مش تتعلموا الاول؟ لا، يبقى الامور قد علم كل اناس مشربه. انت استطعت الباب ده وتيسر ليك، طبعا لابد من العلم، لكن العالم لا يسد مسده احد. هو لو كل العلماء طلعوا للجهاد في سبيل الله، مين اللي هيعلم الناس كيف يصلون وكيف يزكون وكيف يصومون؟ ده حتى في القرآن فلولا نفر من كل فرقة منهم ايه طائفة ايه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. ناس تطلع للجهاد وناس تظل تتفقه في الدين، لما يرجع المجاهدين يطلبوا العلم ويتفقهوا على ايد مين؟ الطائفة التي جلست تتفقه. يبقى كل انسان ليه باب هو يتقنه وهو يحسنه، فلا مع يعني اتقان هذا الباب واحسان هذا الباب والاجتهاد فيه يعيش الانسان السعاده. قال ابن عبد البر ايضا وفيه، وهو يعلق على حديث من انفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنه يا عبد الله هذا خير، فمن كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه، ومن كان من اهل الصيام دعي من ايه؟ باب الريان. قال أبو بكر يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، يعني مش قضية أن كل واحد يدعى من باب واحد، أبو بكر همة عالية صح معاي، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ عشان تفهم أن مش معنى كلامي اللي أنا يعني إيه بطمس الأمل أو بعايز أقول لك ما لهاش لازمة اللي أنت تزيد الشهادات بتاعتك لا، ما فيش مانع ان انسان يدعى من باب من الابواب، لكن ابو بكر الصديق يقول لك هل يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ شوف الهمه، ابو بكر مش عايز يدعى من ايه؟ من باب واحد، لا عايز يدعى من الابواب الكام؟ الثمانيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وارجو ان تكون منهم، كما في البخاري ومسلم. يبقى الحديث ده يدلك على القاعده اللي احنا بنقولها، ويدلك على ان مش كل الناس هتدعى من تلك الابواب كلها. من كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، يبقى في غالب الناس لها حاجة معينة هي واحدة أو اتنين تتقنها، وقلة من الناس تتقن كل الإيه؟ كل الأعمال وكل الأبواب. أنت من أنهي بقى؟ في الساحة نماذج كثيرة خسرت الأمة طاقتهم. نسيت أقول كلام ابن عبد البر، قال وفيه أن الأعمال البر لا يفتح أو لا تفتح في الأغلب، لا يفتح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعها، وأن من فتح له في شيء منها حرم غيرها في الأغلب، وأنه قد يفتح في جميعها للقليل من الناس، وأن أبا بكر رضي الله عنه من ذلك القليل. انتهى كلامه. عشان كده بقول لك في الساحة في نماذج كتير جدا الأمة خسرتها بسبب عدم فهم هذه القاعدة. تلاقي شاب مبدع في مجال العلم واحد تاني في العبادة بارز جدا ونابغ، فيقول انت فين الصلاة بالليل وفين تلاوة القرآن الاكثر منها وفين الصيام وفين، فيحاول يصرف، ويقوم هو يجي ينصرف للمجال ده يمشي فيه شوية يوقف، يبقى ولا هو استفاد من هنا ولا هو استفاد من هنا. وهكذا انسان متطوع في العمل الخيري ما عندوش طاقة على مثلا قيام الليل ولا صيام النهار ولا الاكثار من النفل، فيجي يلوم عليه ويعاتبه يخليه يأثر في الجانب ده، يبقى هو لا استفدنا منه هنا. انسان مثلا ربنا موسع عليه في التجارة، راجل غني ما شاء الله وكافل مئات الاسر، لكن تيجي مثلا في بعض ابواب البر والخير الاخرى مأثر فيها، يبقى ده نشجعه في المجال اللي هو فيه طالما قام بما فرض الله عز وجل عليه. انسان مثلا يعمل في مهنة الطب وما شاء الله يعني إحسان إلى الناس وكشوفات بدون مقابل ويطلع قوافل طبية زي ما الإخوة بيعملوا كده في بعض المحافظات، ده باب خير. يبقى أنت شجعه أنه هو يجتهد في الباب ده ويبدع فيه، بدل ما أنت تقوله إيه تقطمه وتحطمه وتخليه يسيب الخير اللي هو فيه، تقوله أصل أنت ما بتحضرش دروس، أصل أنت ما بتحفظش قرآن أصل. طب ما تشجع فيه الخير اللي هو فيه، ولو استطاع أن يشارك في أبواب الخير الأخرى فبها ونعمت، حتى لا تخسر الأمة هذه الطاقات وتلك القدرات. وما أشرنا إليه من تنوع اهتمامات الصحابة رضي الله عنهم يؤكد فهم هذه القاعدة على الوجه الصحيح، حتى لا تخسر
ألا نخسر طاقات نحن بأمس الحاجة إليها، خصوصا في هذا الزمن الذي تنوعت فيه الاهتمامات وتعددت فيه طرائق خدمة الإسلام ونفع الناس. والموفق من عرف ما يحسنه فوظفه لخدمة دينه وأمته، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويستعملنا في نصرة الدين ويوفقنا في خدمة المسلمين وخدمة الناس وقضاء حاجات الناس. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.